إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره صار واضحا عندنا ولو بشكل إجمالي معنى الهدم حائط مسجد الكوفة صار واضحا أيضا عندنا من خلال كل الحديث الذي تقدم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره من مؤخره من مؤخر مسجد الكوفة وبينت لكم من أن الضمير يعود على الأقرب ومن أن الاعراب لهذه الكلمه مؤخره فاننا نعربها على انها بدل بعض من كل بدل جزء من كل لا اريد ان اعيد هذا الكلام الذي تقدم ذكره مره اخرى فاني ارى الوقت يجري سريعا حدثتكم عن هذا في الحلقه الماضيه اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره اين هو مؤخر المسجد من مؤخره مؤخر المسجد ياتي على معنيين مره نتحدث عن المسجد بما هو مسجد وفقا لبناء المساجد فان مقدم المسجد سيكون الجانب الذي يبنى باتجاه القبله الجانب الذي يقابل جانب القبلة سيكون مؤخر المسجد فان الناس حينما تصلي وتقول من اننا صلينا في مقدمه المسجد مقدمه المسجد يعني عند المحراب عند المكان الذي يقف فيه امام الصلاه يعني عند الحائط عند الجدار الذي هو باتجاه القبلة هذه مقدمه المسجد مؤخره المسجد صارت واضحه الذي يقول من انني صليت في اخر المسجد في اخر المسجد باتجاه القبلة يعني عند الجدار الخلفي الذي يكون في مواجهتي الجدار القبلي الذي هو باتجاه القبله اذا فهمنا مؤخر المسجد على هذا الاساس فان الجدار فان الحائط الشماليه لمسجد الكوفه سيكون هو مؤخر المسجد يعني الجهة التي فيها باب الثعبان وأيضا فيها باب الرحمة، باب الرحمة هذا باب جديد بني في الخمسينات من خمسينات القرن العشرين أما باب الثعبان فهو باب قديم هو باب الثعبان ويقال له في التاريخ وعند الناس يقال له باب الفيل ايضا. مثل ما قلت لكم اذا كنا نتحدث عن المسجد بما هو مسجد وبحسب هندسه المساجد وبحسب موضع المحراب وبحسب اتجاه القبله وبحسب ما يقوله الناس من انني صليت في مقدمه المسجد وصليت في مؤخره المسجد بالنسبه لمسجد الكوفه وفقا لهذه الرؤيه وفقا لهذه النظره فان مؤخر المسجد سيكون في الحائط الشمالي يعني في الجهة التي فيها باب الثعبان مؤخر المسجد هو هذا بلحاظ الحائط القبلي باتجاه القبلة هذا المعنى الأول لمؤخر المسجد ولكن هناك معنى ثاني خصوصا حينما يكون البناء مربعا بناء مسجد الكوفة الحالي بناء مربع الضلع القبلي طوله مئة وعشرة متر الذي هو الضلع الجنوبي باتجاه القبلة الضلع الشمالي الذي يقابل الضلع الجنوبي طوله مية وتسعة متر الفارق متر واحد الضلع الغربي الضلع الغربي للمسجد مية متر والضلع الشرقي للمسجد أيضا جهة مسلم بن عقيل صلوات الله عليه وهاني ابن عروه رضوان الله تعالى عليه هذه الجهه طول الضلع هنا 116 متر فهو مربع في بناء مفتوح مربع يمكننا بحسب موقفنا اذا وقفنا مثلا عند الحائط الشرقي يمكننا ان نقول عن الحائط الغربي الذي يواجهنا تلك هي مؤخره المسجد واذا وقفنا عند الحائط الغربي يمكننا ان نؤشر على الحائط الشرقي ونقول تلك هي مؤخره المسجد والامر هو هو اذا وقفنا عند الحائط القبلي يمكننا ان نؤشر على الحائط الشمالي ونقول تلك هي مؤخره المسجد وبالعكس ايضا اذا وقفنا عند الحائط الشمالي يمكننا ان نشير الى الحائط الجنوبي الى الحائط القبلي ونقول من ان اخر المسجد هناك فهذه قضيه نسبيه ولذا فان الامام الصادق وضع لنا علامة ماذا قال؟ قال اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود. اذا فالامام لا يشير الى مؤخر المسجد بحسب بناء المسجد وفقا للقبله وما يقابل القبله. وانما يشير الى جهه من جهات المسجد. فعلينا أن نشخص دار ابن مسعود، أين هي؟ أما هذا القول من أن مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي، ومن أن دار ابن مسعود في تلك الجهة، لا دليل على أن دار ابن مسعود في تلك الجهة. القائل الذي قال بهذا القول من اين جاء به؟ مذكور هذا القول ويذكره البعض ما هو الدليل على ان دار ابن مسعود تقع في الجهه الشماليه من مسجد الكوفه؟ الدليل اخذوه من الروايه لا يملكون دليلا على ان دار ابن مسعود تقع شمال مسجد الكوفه. الدليل اخذوه من الروايه بما ان مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا باي لحاظ؟ بلحاظ بناء المسجد وبلحاظ جهه القبله وبلحاظ محراب المسجد وبلحاظ صلاة الناس الذي يصلي في مقدمة المسجد الذي يكون قريبا من الحائط القبلي والذي يصلي في مؤخرة المسجد يكون قريبا من الحائط الذي يواجه الحائط القبلي يعني الحائط الشمالي بالنسبة لمسجد الكوفة فهم شخصوا مؤخر المسجد على هذا الاساس وبعد ذلك شخصوا دار ابن مسعود بينما الامام جعل دار ابن مسعود علامه لتشخيص مؤخر المسجد اقراوا الروايه بدقه لا حاجه لدار ابن مسعود إذا كنا نعرف أن الجهة الشمالية لمسجد الكوفة هي مؤخر المسجد فلا حاجة لذكر دار ابن مسعود إنما ذكرت دار ابن مسعود لأجل أن نشخص الجهة التي سيحصل فيها الخراب اقرأوا الرواية بدقة إذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود الامام لا يريد ان يشخص لنا دار ابن مسعود لا علاقه لها بالموضوع اذا كان لها من علاقه فهي علامه لتمييز الجهه التي سيقع فيها التخريب والا ان نشخص دار ابن مسعود وفقا للروايه على اساس ان مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا الكلام لا ينسجم مع سياق وبلاغه الروايه اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره فالإمام يتحدث عن مؤخر مسجد الكوفة بالمعنى الثاني بالمعنى النسبي حينما أقف عند الحائط الشرقي للمسجد وأشير إلى الحائط الغربي أقول: إن مؤخرة المسجد هناك أو حينما أقف عند الحائط الغربي واشير الى الحائط الشرقي من ان مؤخر المسجد هناك والامر هو هو مع الحائط الجنوبي والشمالي الجهات نسبية حينما نقول شرق وغرب شمال وجنوب هذه كلها نسبية والكلام يجري هنا بنفس هذا المجرى من هنا جعل الإمام الصادق دار ابن مسعود علامة للجهة التي سيكون فيها الخراب إذا علينا أن نشخص دار ابن مسعود أما هذا التشخيص هذا التشخيص ليس صحيحا هذا تشخيص سقيم تشخيص دار ابن مسعود وفقا للرواية من ان مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا تشخيص خاطئ لان الامام اساسا جاء بدار ابن مسعود علامه لتشخيص مؤخر المسجد نذهب الى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه انك لو رايت السفياني رايت اخبث الناس اشقر احمر ازرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه إذا علينا أن نشخص دار ابن مسعود ابن مسعود هو الصحابي المعروف عبد الله ابن مسعود والذي نصبه عمر بن الخطاب ايام خلافته نصبه قاضيا في الكوفه وصاحب بيت المال فكان قاضيا في الكوفه وكان مشرفا على بيت المال وبقي ابن مسعود ايام عمر في الكوفه قاضيا ومشرفا على بيت المال الى ايام خلافه عثمان بقي ردحا من الزمن في بدايه خلافه عثمان بن عفان وبعد ذلك رجع الى المدينه حكايه لها تفصيل لسنا بصدد الحديث عن تاريخ تلك الايام فقد بقي لمده ليست قصيره عبد الله بن مسعود في الكوفه وبنى له دارا فيها فكانت داره معروفة فهو القاضي وهو صاحب بيت المال هو وزير المالية وهو القاضي في الوقت نفسه فبيته معروف عند اهل الكوفة وبيته معروف في زمان امامنا الصادق وهو يتحدث عن هذه العلامه لكن في زماننا نحن لا نعرف اين يقع بيت عبد الله بن مسعود الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل من ان هناك من يقول من ان بيت ابن مسعود يقع في الجهه الشماليه من مسجد الكوفه هذا الكلام اخذ من الروايه التي نحتاج في فهمها الى تشخيص دار عبد الله بن مسعود حتى نفهمها فالذين ذهبوا بهذا الاتجاه فهموا الروايه بالمقلوب جعلوا الرواية وما فيها من ذكر لمؤخر المسجد علامة على تشخيص مكان بيت عبد الله بن مسعود بينما في زمن الإمام بيت عبد الله بن مسعود كان مشخصا عند أهل الكوفة فعبد الله بن مسعود في زمن عمر وفي زمن عثمان كان القاضي الأول في الكوفة وكان صاحب بيت المال فضلا عن أنه صحابي معروف وشخصية إسلامية معروفة في ذلك الوقت فلذا كان بيته مشخصا حتى بعد أن خرج من الكوفة ومات عبد الله بن مسعود بقي بيته علامه شاخصه واضحه معروفه حتى وان سكن في البيت غيره من الساكنين في زماننا اذا اردنا ان نستدل على بيت عبد الله بن مسعود كيف نستدل عليه اما ان نستدل عليه باثار بقيت من بيته ولا توجد أثار من بيت عبد الله بن مسعود وإما أن نمتلك خرائط قد تكون قديمة قد تكون حديثة لكنها رسمت وأسست بشكل صحيح وشخص فيها بيت عبد الله بن مسعود شخص مكانه وفقا لمعطيات صحيحة وفي الحقيقة نحن لا نملك خرائط لا نملك خرائط قديمة ولا نملك خرائط حديثة تشخص مكان بيت ابن مسعود على الأقل بحسب اطلاعي فلا توجد لدينا آثار لبيته لا توجد آثار شاخصة واضحة يقال عنها هذه آثار دار عبد الله بن مسعود ولا نملك خرائط لا قديمة ولا حديثة يشخص فيها مكان دار عبد الله بن مسعود وكذلك لا توجد في كتب التاريخ معطيات تشخص لنا موضع دار ابن مسعود هذا ما اعرفه من خلال اطلاعي على كتب التاريخ التي ارخت للكوفه وارخت لتلك الايام فانني ما وجدت في كتب التاريخ وصفا او تشخيصا لموضع ومحل دار ابن مسعود الاحتمال الرابع أن الأمر يتناقله أهل الكوفة على ألسنتهم عبر الأجيال لا توجد آثار لا توجد خرائط لا قديمة ولا حديثة ولا يوجد وصف أو تشخيص في كتب المؤرخين يبقى الاحتمال الرابع الاحتمال الرابع النقل الشفاهي عبر الالسنه وهذا ليس موجودا ايضا كل هذه الوسائل كل هذه الاسباب ليست متوفره بايدينا لكنني يمكنني من خلال بعض القرائن ان اشخص مكان دار عبد الله بن مسعود من خلال التنقيب في مجمل القرائن التي ذكرت ما بين رواياتنا واحاديثنا وما جاء مذكورا في كتب المؤرخين يمكنني ان اشخص دار عبد الله بن مسعود واين تقع في الكوفه واين تقع بملاحظه مسجد الكوفه مسجد الكوفه لما بني ومصرت مدينه الكوفه اول حاكم فيها نصب من قبل الخليفه عمر اول حاكم هو سعد بن ابي وقاص هذا هو اول حاكم في الكوفه سعد بن ابي وقاص المسجد في حائطه القبلي فتحت باب كبيره الباب الرئيس لمسجد الكوفه انذاك كان في الحائط القبلي يتحدثون عن باب اخر عند المحراب انا لا اريد ان اتحدث عن عماره مسجد الكوفه الان اريد ان اشخص موضع دار عبد الله بن مسعود الباب الرئيس كان في الحائط القبلي بالضبط في مواجهه باب الثعبان باب الثعبان في الحائط الشمالي الذي هو يواجه الحائط الجنوبي الذي هو الحائط القبلي كان هناك باب وهذا الباب هو الباب الذي كان يدخل منه امير المؤمنين حينما ياتي من داره فدار امير المؤمنين كانت قريبه من هذا الباب واثارها موجوده الى يومنا آثار الدار الدار موجودة دار الأمير معروفة في الكوفة فهي قريبة من الحائط القبلي لمسجد الكوفة البوابة الرئيسة كانت هنا في الحائط القبلي وصنعوا لها مقدمة ظللوها لان الناس كانت تاتي لاجل حاجتها مع الحاكم فالحاكم الذي هو سعد بن ابي وقاص بنى له دارا مجاوره لمسجد الكوفه والتي سميت بقصر الاماره في ايام سعد كانت تسمى بقصر سعد ولم يكن بناء كبيرا كان البناء يتالف من ثلاثه غرف مع باحه الى بقيه التفاصيل فالحاكم كان مستقرا في قصر قريب من الحائط الجنوبي من الحائط القبلي والبوابه الرئيسه التي كان يدخل منها الناس في الحائط القبلي وكانت ايضا قريبه من قصر سعد هذه منطقه متقاربه قصر الاماره الذي آثاره موجودة اليوم بناه بهذه السعة زياد بن أبي في زمان سعد كان القصر صغيرا وحينما جاء أمير المؤمنين إلى الكوفة كان القصر صغيرا وقالوا له ننزلك يا أمير المؤمنين في هذا القصر فرفض الأمير قال هذا قصر الخبال تسميته بقصر الخبال هذه تسمية من أمير المؤمنين فقال إني لا أسكن في هذا القصر هذا القصر قصر الخبال قد تسألون عن معنى الخبال الخبال في اللغة الفساد والخبال في الثقافة الدينية نوع شراب جهنمي يشربه اهل جهنم وخصوصا الذين يعاقبون على شربهم المسكر في الروايات عندنا من شرب مسكرا كان حقا على الله ان يسقيه من طينة خبال الحديث عن إمامنا الصادق ولما سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الخبال هذا فقال هو صديد فروج البغايا فالخبال شراب جهنمي والخبال في اللغة هو الفساد والامير يشير الى المعنيين حين قال هذا القصر قصر الخبال فهو قصر الفساد وهو قصر البغايا وهو قصر الخمور وقصر كل موبقه من موبقات اعداء محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين إذن هذه الجهة الجهة التي تقع بعد الحائط القبلي قصر الأمير وفي أيام سعد كان بيت المال بجانب قصره إلى أن سرقه اللصوص نقبوه وثقبوه ودخلوا اليه وسرقوا بيت المال وتفصيل في التاريخ مذكور. انا لا اريد ان احدثكم عن كل صغيره وكبيره. فقصر الامير هنا وبيت المال هنا. وجهاء القوم من الصحابه اين قطنوا؟ قطنوا في هذا المكان ايضا. بنوا بيوتا في هذه الجهة، في الجهة التي بنى فيها سعد قصره. كبار الصحابة من الذين قطنوا الكوفة سكنوا في هذه المنطقة في جنوب المسجد ما بعد الحائط القبلي حتى دار الرزق التي انشئت بعد ذلك في زمن متاخر عن الزمن الذي اتحدث عنه دار الرزق التي كانت تشتمل على مخازن مؤونه الجيش ومخازن مؤونه اهل الكوفه التي تمتلكها الدوله الحكومه ميره البلاد والعباد في دار الرزق وبيت المال انها المؤسسه الاقتصاديه انذاك بنيت في هذه المنطقه ايضا القريشيون الذين كانت لهم منزله بين الناس بنوا بيوتهم في هذه المنطقه البيت الذي يعرف الان ببيت امير المؤمنين والذي نزل فيه الامير ايام خلافته حينما كان في الكوفه هذا البيت في الاصل ما هو لامير المؤمنين هذا البيت كان موجودا وكان مبنيا هذا البيت لجعده ابن هبيره المخزومي هذا البيت لجعدة ابن هبيرة المخزومي من جعدة هذا جعدة هذا أمه أم هانئ أخت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فالأمير نزل في بيت ابن أخته وجعدة كان من الدائره المقربه من امير المؤمنين فهذا البيت هو بيت جعده ابن هبيره المخزومي وهو مخزومي مخزومي قريشي اول قصر للمخزوميين بني في هذا المكان بحسب المؤرخين بناه عمرو بن حريث وهو شخصية معروفة في الكوفة معدود في اعداء امير المؤمنين كان قريبا من بيت جعده الذي سكن فيه امير المؤمنين لان المخزوميين بنوا بيوتهم هنا بعدما اذن لهم عمر في البداية عمر لم ياذن للناس ان يبنوا بيوتا كبيرة لأنه أراد الكوفة معسكرا فقط ولكن بعد ذلك أذن للناس أن يبنوا أول قصر من بعد قصر الإمارة بني في هذا المكان هو قصر عمرو بن حُريث بني بالمطبوخ بالطابوق وإلا فإن الناس بامر عمر بنوا بيوتهم بالقصب والبواري والحصران هذا موضوع فيه تفصيل تاريخي لست بصدد ذكره خلاصه القول هذه المنطقه التي تقع ما بعد الحائط القبلي الحائط الجنوبي ل مسجد الكوفة هذه منطقة الاعيان منطقة الحكومة فقصر الامارة هنا وبيت المال هنا ودار الرزق بعد ذلك بنيت هنا الصحابة والشخصيات القريشية بنت قصورها امثال عمرو بن حريث جعدة ابن هبيره المخزومي ابن اخت امير المؤمنين بيته بناه هنا الذي قطن فيه سيد الاوصياء لما جاء الى الكوفه هذه منطقه المهاجرين منطقه الصحابه منطقه الاعيان عبد الله ابن مسعود قطعا سيكون بيته وداره هنا فهو القاضي وهو صاحب بيت المال ودائرة عمله بيت المال هي هنا في هذا الموطن قطعا سيكون بيته ستكون داره في هذه الجهه في الجهه الجنوبيه من المسجد وليست في الجهه الشماليه نحن عندنا نص مهم جدا في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية صفحة 247 أمير المؤمنين يتحدث مع ميثم مع ميثم التمار فقال له ذات يوم سيد الاوصياء يقول لميثم انك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة فاذا كان اليوم الثالث ابتدر من خراك وفمك دما فيخضب لحيتك فانتظر ذلك الخضاب. وتصلب على باب دار عمرو بن حُريث. عمرو بن حُريث هذا الذي اشرت اليه قبل قليل من انه بنى دارا وقصرا في هذه المنطقه وبقي ساكنا فيها لم ينتقل من هذه المنطقه. وتصلب على باب داري عمرو بن حريث عاشر عشرة انت اقصرهم خشبة واقربهم من المطهرة المطهرة هو مكان لتغسيل الموتى فهذه ايضا جزء من المؤسسات المنشآت التي يحتاجها الناس فهي في المكان الذي فيه قصر الاماره وبيت المال ودور الصحابه ودور المسؤولين هذه المنطقه الرئاسيه جزء من منشأتها هذه المطهره مكان لتغسيل الموتى وهذا المكان يحتاجه المسلمون ويحتاجه الناس دائما وتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشره انت اقصرهم خشبه واقربهم من المطهره وامضي حتى اريك النخله التي تصلب على جذعها فأراه اياها أمير المؤمنين يقول له وتصلب على باب دار عمرو بن حُريث عاشرة عشرة فميثم يصلب قريبا من دار عمرو بن حُريث المعروف عندنا بحسب المعطيات المتوفرة في كتب التأريخ في رواياتنا في أخبارنا ما عندنا من معطيات وإن كانت قليلة ميثم التمار دفن في الموضع الذي صلب فيه ميثم دفن في الموضع الذي صلب فيه بقرينة المطهرة كانت هناك قبور في هذه المنطقه فالناس تغسل موتاها في المطهره وتدفن هنا ميثم بحسب ما عندنا من معطيات متوفره من انهم دفنوه في المكان الذي فيه صلبوا ما هذا جرى على مسلم ايضا حينما القيت جثته من قصر الاماره وسحلت واعيدت الى نفس المكان الذي رميت اليه من قصر الاماره دفنوه في نفس المكان وحتى بالنسبه لهان بن عروه دفن في نفس المكان. وهناك جماعه من اصحاب مسلم صلبوا قريبا من هذا المكان. وهم ايضا دفنوا في نفس المكان الذي صلبوا فيه. على اي حال هذه المطالب خارجه عن بحثنا الان بحاجه الى تنقير وتدقيق فيها لكن الكلام بخصوص ميثا التمار امير المؤمنين هكذا قال له وتصلب على باب دار عمرو بن حريث ومثل ما قلت لكم دار عمرو بن حريث في هذه المنطقه المخزوميون بنوا بيوتهم في هذه المنطقه ومرقد ميثم الآن هو قريب من دار أمير المؤمنين التي هي دار جعدة ابن هبيرة المخزومي في محلة المخزوميين في هذه المنطقة التي بنى فيها العديد من المخزوميين وتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبه وأقربهم من المطهرة وامضي حتى أريك النخلة التي تصلب على جذعها فأراه إياها فكان ميثم يأتيها يأتي هذه النخلة فيصلي عندها ويقول بوركتي من نخلة لك خلقت ولي عديتي ولم يزل يتعاهدها حتى قطعت وحتى عرف الموضع الذي يصلب عليها بالكوفه قال وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول له اني مجاورك فأحسن جواري إني مجاورك فأحسن جواري عمرو بن حريث فهم ذلك بعد أن رآه قد صلب ففهم أن ميثم يقصد المجاورة في وقت صلبه ولكنه دفن هناك ميثم كان يقصد المجاورة من انه سيدفن هناك لان المجاورة تكون طويلة وعند الصلب مدة الصلب تكون قصيرة لكنه دفن هناك دفن في المكان الذي صلب فيه بجوار دار عمرو بن حريث كل هذا الى اين يقودنا؟ وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول له اني مجاورك فاحسن جواري فعمرو بن حريث ما كان يفهم قصد ميثم عمليه الصلب لم تحدث لحد الان وعمليه الدفن لم تحدث لحد الان ما الذي يقصده ميثم التمار حينما يلقى عمرو بن حريث فيقول له اني مجاورك فاحسن جواري الذي يتوقعه ماذا؟ من ان ميثم التمار سيسكن مجاورا له كيف سيسكن مجاورا له؟ حتما سيشتري دارا سيؤجر دارا بالقرب من داري عمرو بن حُريث فماذا يقول له؟ فيقول له عمرو اتريد ان تشتري دار ابن مسعود او دار ابن حكيم؟ هذا يعني ان دار ابن مسعود تجاور دار عمرو بن حُريث وميثم صلب عند دار عمرو بن حُريث ودفن في الموضع نفسه هذا يعني ان دار ابن مسعود في هذه الجهه في الجهه الجنوبيه من المسجد. اعتقد ان الفكره صارت واضحه وصارت واضحه جدا. وهنا شخصنا دار ابن مسعود لاننا اذا شخصنا دار ابن مسعود سنشخص مؤخر المسجد الذي سيصاب بالهدم اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود يعني من جهه دار ابن مسعود فدار ابن مسعود ليست ملاصقة للمسجد قصر الإمارة في بداية أمره لم يكن ملاصقا للمسجد الذي جعل قصر الإمارة ملاصقا للمسجد هو زياد بن أبيه فالبيوت كانت بعيدة عن المسجد ليست ملاصقة للمسجد فالامام حين يقول مما يلي دار ابن مسعود يعني من جهه دار ابن مسعود لانها كانت معروفه اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الانوار واجرى فيه من نوره الذي نورت منه الانوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين اولين اذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى أفترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليهم إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود إذن عرفنا الان ان دار ابن مسعود كانت مجاوره لدار عمرو بن حريث ودار عمرو بن حريث هي في هذه المنطقه الا ان الاميره اخبر ميثم التمار من أنه سيصلب عند دار عمرو بن حريث وبحسب المعطيات صلب هناك ودفن هناك وكلمة ميثم التي كان يقولها لعمرو بن حريث من أنني سأجاورك فاحسن جواري المجاوره لن تكون لمده قصيره كمده الصلب المجاوره تكون لمده طويله لانه سيدفن في هذا المكان اذا الجهه التي فيها دار عبد الله بن مسعود هي جهه مزار ميثم في زماننا هذه الجهه ستكون اذا ما رسمنا خطا منها الى مسجد الكوفه ستكون في الاتجاه الجنوبي الغربي لمسجد الكوفه فمؤخر المسجد بالنسبه لهذه الجهه اما هو الحائط الجنوبي واما هو الحائط الغربي مؤخر المسجد سيكون حينئذ اما هو الحائط الجنوبي الحائط القبلي واما ان يكون الحائط الغربي الحائط الغربي الذي فيه باب الان من ابواب المسجد وهو باب حديث معروف بباب الحجه هذا الباب انشئ في التسعينات في العصور السابقه كان في هذا الجدار باب يعرف بباب كنده قديما ولكنه بعد ذلك الغي باب كنده انا اتذكر حينما كنت صغيرا في الستينات واذهب مع والدي لزياره الكوفه كان ياخذني معه ما كنت اذكر بابا في هذه الجهه وحينما اصبحت فتيا في السبعينات ايضا حينما كنت اذهب لوحدي لزياره مسجد الكوفه ما كنت اذكر بابا هناك وبعد ذلك خرجت من العراق فهذا الباب انشئ في التسعينات باب الحجه باب كنده كان قديما موجودا في هذا الحائط واثاره موجوده في البناء وانما قيل له باب كنده لان قبيله كنده بنت بيوتها في الجهه المقابله لهذا الباب، هذا الباب يؤدي الى بيوت قبيله كنده وهي قبيله كبيره كانت في الكوفه فسمي الباب باسمها في قديم الزمان. اذا بحسب هذه المقدمات وبحسب هذه التفاصيل مؤخر المسجد اما هو الحائط الجنوبي واما هو الحائط الغربي لان دار ابن مسعود تقع في هذه الزاويه في الزاويه الجنوبيه الغربيه ساعرض لكم بعض الفيديوهات التي توضح لكم الفكره التي اتحدث عنها قطعا انا لا اقطع بهذا امامكم ربما بيني وبين نفسي اقطع بهذا انما هي القرائن الداله على ذلك اذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود اذا هناك هدم هدم جزئي ليس هدما كليا ربما يكون هدما كليا ما يدريني لكنني من خلال التدقيق في الرواية وفي المطالب التي تحفها وصلت الى هذه النتيجه المحتمله. هناك هدم جزئي هناك خراب مثل ما قرأت عليكم الروايه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من ان خرابا سيصيب جامع الكوفه من العمران بسبب العمران. فهناك هدم جزئي في حائط مسجد الكوفه من مؤخره اما من الحائط الجنوبي واما من الحائط الغربي قطعا الروايه لا تقصد الحائط الشمالي ولا تقصد الحائط الشرقي الحائط الشمالي الذي فيه باب الثعبان ويخرج على مزار السيده خديجه بنت امير المؤمنين والباب الشرقي من جهه مسلم بن عقيل صلوات الله عليه ومن جهه هاني بن عروه رضوان الله تعالى عليه مؤخر المسجد اذن في الحائط الجنوبي وفي الحائط الغربي اذا ما جرى هذا ماذا تقول الروايه الشريفه فعند ذلك عند ذلك زوال ملك بني فلان زوال ملك بني العباس الحديث عن بني العباس في حكمهم الثاني والذي سيكون قريبا من زمان ظهور الحجة ابن الحسن هذه علامة علامة شيعية كوفية عراقية علامة خاصة بنا العراق عراقنا والكوفة كوفتنا والمسجد مسجدنا ونحن نعرفه وهذه العلامة علامتنا هذه علامة للشيعة المهدويين. وهي علامة واضحة. صحيح أن الشيعة أهملوها. لم يعبأوا بها. لكنها علامة واضحة. تكرر ذكرها في الروايات والأحاديث. إذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان يمكن لقائل ان يقول مسجد الكوفه تعرض في التاريخ لمرات عديده من الهدم فكيف نشخص هذه العلامه اولا نحن لا نشخص العلامه هذه لوحدها تاتي في سياق علامات وتاتي في سياق زمان فيه الكثير من الارهاصات وفيه الكثير من الاشارات والدلائل ومع ذلك فإنني ما أكملت قراءة الرواية أما إن هادمه لا يبني أما إن هادمه لا يبني يعني أن الهدم هذا سيبقى حتى يزول ملك العباسيين الروايه واضحه جدا اما ان هادمه لا يبني هادم المسجد لا يبنيه لماذا نحن لا ندري ربما يهدمه ويموت بعد هدمه لا ان موته بسبب الهدم جاءه اجله فربما هدم الحائط وبعد ذلك مات فهو لا يبني هذا الهدم لا يبني هذا الحائط ربما يبنى ربما يبنيه غيره هذا الاحتمال قائم لكن الذي يظهر من السياق كله باعتبار ان هدم الحائط علامه ومن جمله ملابسات هذه العلامه فان هادمه لا يبني وانما سيبقى الهدم موجودا شاخصا للابصار شاخصا للعيون فإما أنه يموت مباشرة بعد الهدم وإما أن يكون مسؤولا حين هدمه وبعد ذلك تجرد منه المسؤولية لا لأنه هدم الحائط جردت منه المسؤولية لأي سبب من الأسباب فهو لا يبني لان المسؤوليه قد سلبت منه فلا يبقى مسؤولا عن المسجد او عن مدينه الكوفه مثلا واما ان الظروف السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه تحول فيما بينه وبين ان يقوم بالتعمير ان يقوم بالبناء واما 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 نحن لا نعرف السبب الاسباب التي نستطيع افتراضها كثيره وكثيره جدا واكتفي بهذه الامثله التي اشرت اليها اما ان هادمه لا يبني خلاصه القول من كل ذلك هذه علامة علامة شيعية كوفية قولوا ما تشاءون هناك هدم قد يكون كليا لا ادري لكن القرائن تشير الى ان الهدم جزئي هناك هدم جزئي لحائط مسجد الكوفة من مؤخره وبحسب القرائن شخصت لكم مؤخر المسجد اما في حائطه الجنوبي واما في حائطه الغربي استنادا الى تشخيص موضع ومكان ومحل دار عبد الله بن مسعود وذكرت الجهة الاجمالية لموضع دار عبد الله بن مسعود الاتجاه الجنوبي الغربي للمسجد اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبني نذهب إلى فاصل